بند بزم نسیم بذوق قدیم بطوق نسیم بوجه متین بنید جزیم بکرامت و امامت و صدارت و لیاقت و عدامت و نظامت و بجات نشهد ان الكريم الأكرم ثم نشهد أن من هو سيد الورى أمدة الورى نسبة الورى حجة الورى نجمة الورى أزهمة الورى هو القدوة الأمدة النسبة النزمة الجزمة الأزمة بالبلايا حاضرة ونازمة وجازمة بالنزايا هو الأزمة هو النسمة هو الجسمة هو الأزمة هو الأعلى هو الأرفع على سدرة المنتهى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ثم أوهى إلى عبده ما ثم نزل ثم بذل ثم مزل ثم شفق ثم نفق ثم فتك ثم نشهد أن سيدنا محمودنا عظيمنا كريمنا در يتيمنا آزما جزما نازما قدما فازلا علما آزما حلما جازبا سلما اللهم صل على نزبه ومزله ومحفله مجالسه وعدته مدته مشقته ومهنته مزمته ونظمته وعظمته أجمعه وبنانه وقطانه وجسمه ونظمه وكتبه ولطفه وجسمه وروحه وشيوعه بطنه صلى على بطن جذوع عزم نسوع وصل جذوع قزل جذوع عزم نظم جزم عزم وصل عين البين الكين جزم عادل ناظرا قدرا جازما جزما هو الخضرا هو النزما هو العزما هو القدوة هو القدوة هو العمدة هو النزوة هو العمدة هو العزما هو العصوى هو البرون هو الغلون هو الجز هو الأزمة صل على جزمة محمد نزمة محمد وجمة الأمة كفرة هجرة قبر محمد اللهم صل على نشهد أن من هو ساجدا وعالما وعاملا وقاملا ودائرا وحازقا ماهرا بجذبة النبوة والفتوة والعزة والحكمة والنهزة والجدمة والسنة والجدة والعدة والمدة والمشقة والمهنة والطاقة والحاجة والحاجة بالافتقار بالانتظار بالاهتمار قبل محمد الجمال محمد النسم محمد الجمال محمد الإكمال محمد الإعلام محمد الإنعام محمد صل على نظم محمد إجدار محمد جدار محمد روضة قبر مدار محمد مهاجرين وأنصار محمد هيبة جذبة نسبة انتقار محمد اهتمال محمد صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه نعم تكبير مرتبه شاطر طهير وسنه
نشانی، مشرکوں کے لیے موت کی نشانی، غیر مقلدین کے لیے موت کی نشانی۔